مرحبا، احنا طلاب جامعه الاميره سميه، معنا مشروع لماده الامبيدد سيستم. هذا المشروع اسمه سناك فيندينج ماشين. اللي عمل المشروع هم اربع طلاب اللي هم احمد ابو جزر، وسيم عرفه، سيف الشريف، وانا منذر وهبه. هذا المشروع راح يكون موجود في الجامعه. المشروع عباره عن سناك فيندينج ماشين، بتاخذ السناك انت عن طريق انك تسجل، بتيجي بتسجل رقمك الجامعي، اليوزر نيم والباسورد. هلا حنفرجيكم كيف طريقه الشغل. يوزر نيم، منذر وهبه. هلا حيطلب مني الباسورد. بادجت از 5. حيطلب مني نوع اللي انزله. لنفترض اني انا اخترت الكتكات شنكي، راح اكبس رقم 3 ونزلت حبه الكتكات شنكي. هلا برضه في عندنا كمان يوزر نيم 20 100 4 3 9. هذا هو ابو جزر. انبوت باسورد، بادجت از 5 برضو. معنا يطلب 5 شغلات. هلا نحن راح نطلب رقم 1. لذة البسكوت. هلا بدنا نفرجيكم اكمل سيكيورتي نحن عاملينها. اول شيء مثلا انت دخلت يوزر نيم غلط، لنفترض حيعطيك ايرور. برضو نحن دخلنا يوزر نيم صح، ورحنا دخلنا باسورد غلط، حيطلع لنا انه هو الباسورد غلط ويرجع يحكي لنا دخلوا لي مره ثانيه يوزر نيم. طبعا لما نحن نطلب شغله البادجت عم بينقص معنا. شكرا لكم. راح نشرح لكم العمليه الداخليه عم بتصير عندنا جوا البوكس. زي ما بنشوف قدامنا عباره عن 3 سبرينج، كل سبرينج مشبوك على سيرفو موتور دورانه 360 درجة. عن طريق برمجة معينة للبيك تايمينج نعطي إشارة للموتور يلف تايمينج معين، عدد الروتيشنز عشان يدف الايتم للأمام لليوزر. قدامنا 3 موتورز مشبوكين على بوكس داخلي مع بقية الكومبوننت. زي ما نشوف قدامنا عبارة عن بريد بورد مشبوك على البيك. استخدمنا 3 بورتس، بورت للال سي دي، وبورت للكيباد، وبورت للبي دبليو ام للسيرفو موتورز. قدامنا بوتنشال ميتر عشان يعطي الكونتراست المعينه للال سي دي، وفولتج ريجوليتر عشان نثبت الفولتيه اللي ماخذينها من بطاريه 9 فولت للبيك 5 فولت. وقدامنا القطعه هاي 6 فولت شابكينها برضو على نفس النودز المشبوكين عليهم السيرفو موتورز، عشان حسب الداتا شيت السيرفو موتور بيشتغل فوق الـ 5 فولتج. شكرا لكم.